التركيز دائما على الجهة اليسرى، تتلعب واحدة اثنين توصل لابن رجب، ممتاز جدا وممتاز. هدف الأول لشبيبة الرياضية بالعمران، هدف ممتاز وممتاز جدا، التنفيذ واحدة اثنين ضربة الركنية، وأظنه أنور المناعي مهاجم في الدقيقة 29، أنور المناعي يتمكن من مغالطة الحارس سيف بالهادي. قلت ضغط كبير برشا، ضغط كبير من شبيبة العمران، يصفر عن هدف ممتاز جدا في الحقيقة. الكرة تلعبت واحدة اثنين مع من جهة اليمنى لدفاع المستقبل الرياضي بالعمران، توصل للمهاجم أنور المناعي يتمكن من مغالطة الحارس سيف بالهادي. إذا هدف مقابل صفر. الميزوني في اتجاه أحمد الباجي، ممتاز تقوم من خلال الجزاء، وشوف الحكم وضربة جزاء، ضربة جزاء للشبيبة الرياضية بالعمران بعد أحمد الباجي. والهدف الثاني، والهدف الثاني ممتاز جدا، الباجي أحمد الباجي بالساق اليمنى، تأتي على يسار الحارس أو يمين الحارس سيف بالهادي وتغالطه، والهدف الثاني في الحقيقة في الدقيقة 16 أحمد الباجي. الشبيبة العمران يدخل بقوة في ربع ساعة أولى. لا الجول عفوا جارديان، ويسجل الهدف الثاني على أرض ضربة جزاء، نذكروا بأنه ضربة جزاء تحصل عليها إيهاب الرجب، يدخل بعد أو علي المشراوي عفوا، دخل منطقة الجزاء وتم عرقلته بعد مراوغة بشادي سماتي. إيهاب الرجب يحاول يدخل منطقة الجزاء مع غيث بن حميدة، يوزع وتسديدة رأسية ممتاز جدا. ممتاز وممتاز جدا، هدف الثالث لشبيبة العمران في الدقيقة 29، في الدقيقة 29 من الشوط الثاني. التوزيع من اليسار، وأظنه أنور المناعي هو اللي سجل يعني الهدف الثالث للشبيبة الرياضية بالعمران. ممتاز جدا الشبيبة الرياضية بالعمران، ما يقدمه في الحقيقة 3 أهداف يعني ممتازة، ممتازة جدا، ويلخصوا في الحقيقة مستوى اللي وصلوا شبيبة الرياضية بالعمران. توزيع من اليسار وراسية طبعا يتمكن من خلالها طبعا لعب شبيبة الرياضية بالعمران.